بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم أمير الأسعد. طبعا شرف لي أني أكون معاكم اليوم. النقاش حول واحدة من أهم التحديات الموجودة عندنا بالموارد البشرية، بس للأسف انعكاسها مو على الموارد البشرية فقط، هو انعكاسها على المؤسسة ككل. والتحدي هذا هو وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب. في أشخاص ما بيقدر يعطيك كل شيء بالمقابلة الشخصية، في أشخاص العكس تماما بيقدر يبيعك نفسه بالمقابلة الشخصية، ولما يروح على بيئة العمل يكتشف أنه هو شخص مختلف كليا. طبعا مع تقدم الزمن استعملنا السايكولوجي اللي هو علم النفس حتى نقدر نحن نكتشف هذه الأشخاص بالمستقبل، ومع وجود التكنولوجيا والتطور قدرنا نجيب هذه المنتجات حتى تساعدنا باختيارنا الصحيح. كذلك راح اشرح لكم سريعا عن واحدة من اهم الادوات اللي نحن بنستعملها اللي هي توماس انترناشونال، اللي هي بتساعدنا ان احنا نكتشف هدول الاشخاص ونوضعهم بالمكان المناسب. اذا الشخص عنده الشغف المطلوب بهذه الوظيفة هو راح يدفع انه يتعلم اكثر ويبحث اكثر. لذلك نحن بنآمن ان هذه الاشياء هي من اهم الانظمة او تقييم الافراد في بيئة العمل، هي من أهم أدوات النجاح ليس في الموارد البشرية ولكن في إدارة الأعمال وتوصيل المؤسسات إلى أبعد مدى. والشركة مختصة بتقييم الأفراد في بيئة العمل. تطور الموضوع أن اكتشفوا أهميتها لاحقا في بيئة التعليم. صار في شركة حاليا عمرها 7 سنوات تقيم الطلبة من عمر 16 إلى 18 سنة حتى نفهم ميولهم، بناء على الميول نقدر نعطيهم نصيحة. احنا يعني ما منوجه او من نجبر الاشخاص، لا، نعطي نصيحة للاهل انه ترى هذا ميوله مثلا هندسة بسبب اهتمامه بالتفاصيل، او ميوله الى البزنس بسبب اندفاع هذا الشخص وحبه لبناء العلاقات. الشركة عمرها اكثر من 35 سنة، نزلنا اول منتج 1981. الشركة هي شركة عالمية، عندنا اكثر من 60 مكتب حول العالم، بالاضافة الى ان السيستم معرب أو السيستم فيه أكثر من 56 لغة وواحدة منهم اللغة العربية. واحدة من الإحصائيات اللي إحنا عملناها ب 1917 إن سألنا مدى الرضا عند الكلاينتس الموجودين عندنا، 97% they recommend Thomas to other clients، بينصحوا الآخرين باستعمال Thomas. أنت عندك موظفين، عندك أشخاص، ودول أشخاص they are not machines، مو آلات، صح؟ هدول بشر. لذلك أنت هدفك إنك تفهم الموظفين بغض النظر عن المنتج، بغض النظر عن باقي الأمور. اي شيء بيستعمل الانسان في عقله هذا باختبار الجنرال انتليجنس اسسمنت. واحد من الاختبارات الموجوده عندنا اللي هو بنسميه احنا هارد سكيلز، هي اختبارات مثل سرعه طباعه، استعمالها للمايكروسوفت وكذا. عندنا اكثر من 100 اختبار. اختبار الايموشنال انتليجنس، توماس ايموشنال انتليجنس كويشنير، هذه واحده من اهم النقاط اللي او نقاط القوه لازم تكون موجوده عند المدراء.